السلام عليكم، مرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس راهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على قضية حكيمي والركراكي في ورطة بسبب تصريحات كونتي، يعني ما هي هذه الورطة؟ وين أهدر المدافع أشرف حكيمي نجم المنتخب المغرب لكرة القدم فرصة هامة من أجل تعديل النتيجة في مواجهة والتي جمعت المنتخب الأسود الأطلس بجنوب إفريقيا يوم الثلاثاء في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا في الكوتيفوار في واحد من أكبر المفاجآت في البطولة. تعتبر مفاجأة، إقصاء المنتخب المغربي يعتبر مفاجأة، يعني وتعتبر يعني ملحمة لجنوب إفريقيا الذي أقصى منتخب مونديالي لعب نصف نهائي. يبقى المونديال انا شفت ناس يستهزئوا بالمونديال ويستهزئوا مرتبه رابعه كاس عالم. انا سمحوا لي، انا ما نستهزئش بهذا الصوالح. حنا قبل نبداو ماذا بكم اعطونا لي لايك لي كومونتير، بارطاجونا لي فيديو تاعنا باش نقلعوا التبليغات برك على مكان. يعني وين نعاودوا نقولوا الناس انتم يستهزئوا بالمونديال، ما نستهزأش بالمونديال وما نستهزأش خاصة أنا نبغي كرة قدم. كرة قدم أنا نحترم منتخب ليوصل المربع الذهبي كأس العالم. خويا أنا ما نكذبش عليكم، نحترم أي منتخب، هذه بالتالي كاع سمحوا لي نهضر. نعاود نولي نتكلموا يعني وين هذه تعتبر من أكبر المفاجآت في البطولة بعد إقصاء المنتخب المغربي يعني اللي لعب يعني نصف نهائي كأس العالم، وفي غياب حكيم زياش المصاب تولى حكيمي تنفيذ ركلة الجزاء وذلك قبل دقائق قليلة من نهاية المواجهة. غير أن اللاعب باريس سان جيرمان لم يقدر على التهديف وارتطمت كرته بالعارضة لتضيع الفرصة هامة من أجل تعديل وتنتهي المباراة بتأهل جنوب إفريقيا إلى الربع النهائي بعد انتصاره بهدفين لصفر، ورغم أنه كان من بين أفضل اللاعبين في المنتخب طوال البطولة وسجل هدف في المواجهة الثانية أمام الكونغو الديمقراطية إلى أنه يتحمل جزء كبير من المسؤولية في هذا الانسحاب. يعني نقول باللي لو سجل الهدف يعني كنت نشوف بلي المغرب سوف كان غادي يعود بقوة، لكن ضيعها تنحسب عليه. وبعد نهاية اللقاء انتشر مقطع فيديو يظهر المدرب الإيطالي كونتي يتحدث فيها عن تنفيذ أشرف حكيمي ركلات الجزاء، حيث أشار الإيطالي الذي كان وراء صفقة انتقال حكيمي إلى الانتر ميلان إلى أنه لم يمنح فرصة إلى المدافع المغربي لتنفيذ ركلات الجزاء إلا عندما يفقد كل الخيارات، ودون ذلك فإن حكيمي لن ينال فرصة التنفيذ وهو مدرب. وقال يعني كونتي في عام 2021 بعد مواجهة الانتر ميلان وفيرونا في الدور الإيطالي والتي كان خلالها حكيمي قريب من تسجيل من مخالفة مباشرة، الشيء المهم هو أنه لا ينفذ ضربات الجزاء وفي ركلات الحرة. لاحظ الجميع أنه يتمتع بقدرة كبيرة عندما تكون مخالفة من مسافة بعيدة، ومع ذلك أراه في نهاية التدريب عندما يتوقف لتنفيذ ركلات ترجيح مع زملائه. وأعتقد أنه إذ وصلنا إلى هذه النقطة في المنافسة فسيتعين على الجميع أن يموتوا قبل أن نسمح لحكيمي بالتسديد، إنه أسوأ ممن تتصورون في تنفيذ ركلات جزاء. يعني كوما عطاش ومام هو كوما قدم سكوطاها الكعبي، هو كوتيرها الكعبي كان غادي ينجح، كوتيرها أكراد كان غادي ينجح. أهلا نقولها لكم، هذه هي كرة قدم. كرة قدم صعيبة صورتو في وقت يعني ما كاش كان باقي بزاف من الوقت لنهايه المباراه.
ويبدو أن النجم المغرب لم يستمع يعني جيدا إلى تصريح مدربه السابق، كما أن المدرب وليد الركراكي لم يكن يعلم أن مدافعه ليس موفق في ركلات الترجيح بشكل كبير، ومنحه الفرصة من أجل تنفيذ أهم فرصة يعني توفرت للمغرب من أجل العودة في المباراة وقلب الطاولة على منتخب جنوب إفريقيا، غير أن مدافعه صاحب الخبرة الكبيرة فشل في محاولته والتي كانت ستغير كثير في المواجهة، كان غادي تقلب الطاولة. لكن ورغم ذلك فإن حكيمي كسب تحدي في مناسبات سابقة عندما سجل ركلة ترجيح حاسمة في مواجهة إسبانيا في نهائيات كأس العالم في قطر، وبالتالي فإلى سوء الحظ هو الذي منعه من تعديل ومنح المنتخب بلاده فرصة ثانية في البطولة. يعني كان قادر يسجلها كما ضيع علي بالتالي قاع، كان قادر يسجلها كما ضيعها. ماشي ماهي سهلة وما كانت صعيبة فالك تالي خويا. صعيبة شوية صعيبة يا ودي والله، لا مسؤولية ماشي سهلة. ماشي سهلة خويا. ماشي سهلة خويا. صح والله صح. كيف هي الإعلام؟ على بالك هي الإعلام يلعب دور كبير. أنا نقول لكم والله العظيم ما سهلة كاع خويا، الناس غالطة بزاف، يشوفوا كيما هكا غالطة بزاف خويا. والله غالطين بزاف، إعلام فاني كيدمر راهو لاعبين في مصر، إعلام ينفخ 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 تا تطلق، دب تطيب تطلق، إيه بزاف لاعبين، يعني كانت في المتناول ماشي ماركيها يا بني، والله لا كانت، كضربها نورمال كانت تدخل كيما نهار تاع إسبانيا، كضربها نورمال كيما نهار تاع إسبانيا كانت غادي تدخل نورمال. ايوا زاد فيها ضربها راحت على الشاتر. ما انا قلت هذه غادي بالحظ ما هي سهلة، ما هي سهلة خويا. واش باش كان جاية يعني وين الله غالب هذه هي. بزاف تشوف لي ودي غادي ملكيها غادي منا ومنا ومنا، بصح من التالية ما كان والو. شكون اللي كان يقرا بلي حكيمي ضيعها؟ مكاش مكاش اللي كان يقرا. نستخدم
ما تنساوش تعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح وخير.